كابتن حسن وليد، اهلا بيك، منورنا في الجول. اهلا بيك، انا مبسوط طبعا ان انا معاك، وان شاء الله يبقى انترفيو لذيذ. خلينا نبدا الاول بقى باسئله كده عن البطوله، لان الناس مهتمه بالبطوله دي، كانوا مهتمين بيها بشكل كبير. ماشي. احنا كسبنا البطوله، ايه بقى المكاسب غير المكسب البطوله اللي انت شايف ان المنتخب كسبها من البطوله دي؟ هو طبعا بطوله افريقيا مهمه جدا لينا، احنا كسبانين 7 بس، كانت لازم نكسب عشان تونس كمان اكتر مننا لسه، والجيل ده ما ينفعش خلاص يخسر اي بطولة افريقيا جاية. وفي مكاسب كتير طبعا، البطولة على ارضنا، اللعبة اتعرفت اكتر، كان في جماهير، في لعيبة صغيرة ابتدت تطلع معانا، كان في مكاسب كتير يعني، والحمد لله ان احنا كسبناها. بمناسبة بقى اللعيبة اللي طلعت، شايف مين مثلا اكتر حد، اكتر لاعب يعني شفت ان هو لمع في البطولة الناس خدت بالها منه اكتر؟ كان اكتر لعيب يعني كويس في البطولة، انا شايف يحيى خالد كان ما شاء الله عليه يعني في البطوله دي، هو كان اكتر لعيب كويس. انت طبعا اديت بطوله جامده والناس كلها كانت بتتكلم على الاداء، بس اكيد كان في ماتش انت من جواك كنت حاسس ان ده الماتش بتاعي، وانا ممكن اكمل 60 دقيقه واسجل كل كوره تجيلي، كان تفتكر ايه الماتش ده؟ يعني انا كان نفسي العب اكتر في ماتش تونس، بس اللي لعبوا كانوا كويسين يعني الحمد لله، والماتشات كلها طبعا ببقى عايز العب اكتر وقت ممكن يعني. طب ايه اللي حصل في ماتش تونس؟ يعني تونس كان مستواها في البطوله مش قد كده في الاول، يعني ما كانوش بيضحكوا علينا، وبعد كده لقيناها قصاد مصر بيلعبوا بمنتهى الاريحيه ومش فايق معاهم حاجه. هو ماتش تونس هم نازلين كانوا خسرانين قبلها مثلا باسبوع مننا في البحر المتوسط فرق 5 أو 4، ونازلين من غير ضغط خالص، بيلعبوا مش في ارضهم وجماهير معانا احنا، يعني هم نازلين مش باقيين على حاجه يعني، يخسروا او يكسبوا مش باقيين على حاجه، بيلعبوا من غير اي ضغط، فالماتش كان احنا علينا ضغط اكتر يعني. كان عندك شك او قلق مثلا ان احنا البطوله دي ممكن اي منتخب يعملها معانا، ولا كان الموضوع؟ لا انا كنت عارف ان احنا هنكسب واثق، واللعيبه كلها كانت كده. زي ما انت قلت احنا على قمه منتخبات افريقيا دلوقتي حاليا يعني بدون منافس، لو جينا بقى نرتب منتخب مصر على مستوى العالم بعيدا بقى عن اللي حصل في الاولمبياد وفي كاس العالم، تفتكر ممكن نبقى المركز الكام مثلا؟ انا شايف ان احنا في التوب 4 يعني دلوقتي، ممكن ان شاء الله. طب ارتب لي كده الاربعه. ممكن نوصل ان شاء الله سيمي فاينل عادي، وارتب لك الاربعه يعني، مش عارف ارتبهم لك بس ممكن اقولهم لك يعني. ماشي. الدنمارك وفرنسا، ممكن اسبانيا، احنا كده نفس اللي كانت في الاولمبيكس اللي فاتت يعني. يعني هو نفس تقريبا يعني، بس في فرق طبعا كويسه جدا يعني، السويد حلوه يعني، السويد ممكن تبدل مع حد في ممكن. بمناسبه بقى ان انت قلت الاولمبياد وكاس العالم، لعبنا ماتشات كبيره جدا قدام الدنمارك وماتشات كبيره قصاد اسبانيا، وفي الاخر يعني كان في وقت طبعا كنا احنا اقرب ان احنا نكسب، بس في الاخر خسرنا، يعني تفتكر ايه السبب وازاي ممكن نعالج ده قدام بما اننا داخلين على كاس العالم؟ افتكر ان احنا يعني كان بقالنا كتير ما وصلناش يعني احنا اتطورنا، وصلنا لليفل معين، مش المفروض ان احنا نوصل لاعلى حاجه مره واحده يعني، هي بتمشي جادوال يعني، احنا في فتره كنا السابع، بعد كده بقينا رابع، ان شاء الله بعد كده هناخد ميداليه. هم ممكن يبقوا بيكسبوا في الاخر فرق خبره، هم متعودين في الليفل ده دايما بيلعبوا في الليفل ده وفي الاوقات دي على طول، احنا مش كلنا في الليفل ده، في المحترفين وفي اللي في الدوري هنا بس، فان شاء الله بعد كده كل مره بناخد خبره اكتر ونقدر ناخد ميداليه في كاس العالم اللي جاي ان شاء الله. يعني مش شايف مثلا ان في حاجه معينه احنا مقصرين فيها نقدر ان احنا لا نركز. شايف ان احنا وصلنا لليفل كويس، وواحده واحده ان شاء الله هنبقى احسن يعني، هو فرق خبره بس، هو يعني مجرد ما اللعيبه اللي هي الجديده دي تدخل في وسط الفريق وياخدوا الخبره، عشان مفيش حد بيبقى من ورا خالص بعد كده يطلع ياخد ميداليه على طول، لازم أكيد. بيعدي على حاجات كتير. ماتش اسبانيا الاخير بتاع البحر المتوسط خسرنا في الاخر، واحنا مثلا كان في وقت كنا فايقين بفارق 5 أو 6 نقط، ويعني حسينا ساعتها ان اللعيبه خلاص ضمنت الماتش، هل ده حقيقي ولا لا؟ هو ما ضمناش الماتش على قد ما هو في كذا غلطه حصلت في النص كده في الماتش، 2 لعيبه اتطردوا مره واحده، وبقينا بنلعب 4 وهم بيلعبوا 6، وكان فرق مثلا 3 أو 4، فالسكور بقى 1، فالماتش رجع تاني، فبقى دي بقى الحته اللي بقول لك عليها، هم بقى عندهم الخبره بتاعت ان هم يرجعوا، واحنا لسه اتوترنا اكتر كده يعني، بس يعني ما كانش في حد ضامن. لا طبعا يعني ما حسيناش في وقت ان احنا خلاص الماتش ده بتاعنا، لا ما فيش الاحساس ده ضد فرق جامده يعني، اسبانيا ايا كان هم اي تيم او بي تيم، هم اصلا فرقه اسبانيا دي في منهم مثلا 4 بس اللي ما لعبوش مع الاي تيم، هم كلهم
يعني توب، كلهم كويسين جدا. احنا اوريدي في الاولمبياد كنا عاملين ماتش كويس معاهم يعني اصلا، كنا واحد او اثنين اه بالظبط. بس يعني هو ده اللي بقول لك عليها، يعني هي الحته الصغيره دي كده ان شاء الله هنعمل. ان شاء الله في كاس العالم اللي جاي نقدر نعمل ده. حققتوا بطوله العالم للناشئين وبعد كده تصعدتوا وبقيتوا في بتلعبوا على مستوى اكبر، كان في مخاوف ولا كان الموضوع عادي ان احنا يعني طلعنا فيرست تيم على طول؟ بالظبط اه. لا هو في الاول بس عبال ما نخش مع الفريق ونفهم السيستم الجديد وكده، الصغيرين غير الكبار خالص يعني، اللعب في الناشئين وفي الشباب غير الدرجه الاولى. بس يعني قعدنا مثلا اول شويه بس نتعود مع الفرقه ونخش معاهم وبقينا خلاص يعني. يعني وانت داخل الماتش في الاول طبعا قاعد قلقان يعني في الاول طبعا بتبقى اكيد، لما المدرب بيقول لك هتنزل تبقى قاعد برضه مش اه، بيبقى في اكيد في قلق شويه في الاول بس واحده واحده بتعدي يعني، كل ماتش الموضوع بيبقى اسهل يعني. لو في مركز في المنتخب حاسس ان هو نقطه قوتنا قوي، يبقى ايه المركز ده؟ نقطه قوتنا قوي احنا؟ اه يعني لو الماتش متعقد انت عارف ان المركز ده ايا كان مين بيلعب فيه هنقدر ان احنا نعمل من خلاله الفرق. حاسس انه مركز الباك ليفت اللي هو انت بتلعب فيه. ايوه حاسس ان احنا كويسين فيه كلنا يعني، سواء علي زين يحيى الدرع كل المركز ده. اه هو ده مركز اصلا فيه نص قوه المنتخب والناحيه الثانيه فيه يحيى. باك ليفت وهاف تقريبا كله بيعرف يلعب في الباك ليفت، فحاسه مركز كويس يعني. مركز الباك ليفت هو ده تحس ان هو دايما بيصنع الفرق. حاسس كده. بطوله العالم الاخيره خرجنا بركلات ترجيحيه من الدنمارك، لو كنا عدينا كان هيبقى طبعا لينا شأن تاني. بطولة العالم اللي جاية بقى تفتكر ممكن نوصل لحد فين؟ وهل ممكن يعني نظريا مش طبعا مش علميا قوي منتخب مصر ياخد البطولة؟ احنا ان شاء الله اكيد هنبقى بصينا ان احنا ناخد يعني نوصل لأبعد حاجة، سواء بقى سيمي فاينل. او انت لما توصل سيمي فاينل يبقى الفرق كلها زي بعض والماتشات كلها قريبة، فاحنا علينا ان شاء الله ان احنا نوصل سيمي فاينل ناخد ميدالية، سواء يعني نعرف ناخد اول هنحاول اكيد، بس يعني الموضوع مش سهل زي ما بقول لك، بس ان شاء الله اكيد مركزين ان احنا نوصل لابعد حاجه يعني. مستوى حاسس ان مستويات قريبه، هم ماتشين لو ركزنا فيهم وعرفنا ان ممكن ناخد البطوله عادي. عادي مستويات كلها قريبه يعني، طالما وصلنا سيمي فاينل الاربع فرق هيبقوا زي بعض عادي. محترفين مصريين ابتدوا يخرجوا بشكل كبير قوي يعني الاول، شايف ده هيأثر على الدوري المصري ولا شايفه من وجهه نظر ان هو ممكن يدي فرصه بقى للناشئين ان هم يبداوا يظهروا وان الأندية تبدأ تعتمد عليهم أكتر؟ يعني هو كده وكده طبعاً، اللعيبة لما مرة واحدة تطلع برة ممكن الدوري يبقى أقل شوية، بس في اللعيبة الناشئين والشباب هيبتدوا ياخدوا فرصة ويجربوا ويلعبوا أكتر مع الأندية الكبار، سواء أهلي أو زمالك أو أي فرقة، تلاقي بقى الناس صغيرة بتبدأ تطلع أكتر، فدي حاجة حلوة جداً برضه. يعني الفترة دي مشي يحيى وسيف، وانت السنه الموسم اللي جاي برضه هتبقى مش موجود، وقبل كده في ناس كتير بقى، فانت الزمالك مثلا شايف ان هو هيتاثر بده، والاهلي نفس الكلام في افريقيا يعني، الاهلي والزمالك لما في افريقيا دلوقتي خلاص معروف ان في اهلي وزمالك ممكن التوجه يزق معاهم شويه، بس في اهلي وزمالك خلاص النهائي بين الاهلي والزمالك. هل ده هيبقى موجود مع كون ان اللعيبه بتخرج كتير ولا؟ انا بحس ان فرقه الزمالك يعني مش بتقف على حد قوي، الفرقه كلها بتبقى لعيبه كويسه وبيعرفوا يجيبوا بعد كده، لو حد مشي بيعرفوا يجيبوا حد تاني مكانه، فالفرقه مش بحسها بتتاثر يعني، سواء من الناس كلها زمان مشيت وراحت ورجعت، الفرقه زي ما هي على طول بتكسب الحمد لله، فبحس ان هي مش تتاثر قوي يعني. لو شايف ان في حد هو السبب الرئيسي اللي خلاك تلعب كره يد اصلا، حد دعمك بقى من البدايه، حد سندك، حد كنت شايفه لعيب يعني كره يد شايفه كويس فكنت عايز تلعب كره يد بسببه؟ لا هم انا في الاول اصلا كنت بلعب باسكتبول، وبعدين كان ما حبيتهاش قوي يعني، والبطولات كانت لسه بتبدا في سن متاخر، فبابا عشان بابايا كان بيلعب باسكت بول، وبعدين بابايا ومامتي هم يعني ودوني بقى ان نجرب هاندبول، بس كان في طبعا كباتن كتير يعني ساعدوني في الاول يعني. لعبت باسكت بول كتير؟ لا يعني اقل من سنه يعني. انا ما طولتش اصلا. لا لا عشان كنت عارف ان البطولات هتخش في سن متاخر، انا كنت بحب عايز العب ماتشات كده على طول يعني. طب في مدرب مثلا او حد كان معاك في الفريق قال لك انت هتبقى حاجه او هتوصل لحته معينه؟ اه يعني في مدربين كتير والله، بس مش عايز اقول لحد عشان هقول كتير قوي، فمش عايز انسى حد يعني. مين بقى قبل ما تبدا يعني مسيرتك الاحترافيه في الزمالك وفي المنتخب وكده شايف ان هو افضل ظهير مثلا ممكن تكون شفته في حياتك؟ أنا كنت بحب كابتن حسين زكي طبعا يعني، كان هو كمان ماسكني، كان بيدربني في كاس ساعة كاس العالم ناشئين،
واتمرنت معاه في نادي الزمالك وكنت بحبه وهو بيلعب، يعني نفسي اوصل لزيه يعني بحبه. كان في مفاوضات مع الاهلي قبل ما تروح الزمالك صح؟ صح. طب قول لي، احكي لنا بقى المفاوضات، مين كلمك والدنيا مشيت ازاي؟ انا كنت ساعتها في كاس العالم، يعني انا ما كنتش، كنت في مقدونيا، كاس العالم في مقدونيا، كان بابايا بقى وكده هو في مصر، هم اللي بيتكلموا معاه وكده، بس انا كنت ما سمعتش لحد قوي، انا كنت في دماغي بس هروح العب فين اكتر او كده، كنت عايز العب في الزمالك، حسيت ان الفرقه احسن واقدر اكسب معاهم بطولات اكتر، وقلت لهم يعني من هناك مضيت رغبتي ان انا عايز اروح العب في نادي الزمالك. بس انت اخترت الزمالك اصلا قبل ما يعني ما سمعتش قوي للاهلي، انا من وانت دماغي. من وانت هناك قبل ما تيجي، قبل ما تاك انا اخترت من هناك، مضيت انا لوحدي هناك كده. طب ليه اضطريت تطلع في فيديو وتقول؟ عشان كانوا عايزيني تقريبا خلاص، مش عارف قوي، بس كانوا عايزيني اروح النادي الاهلي، او خلاص كانوا هيبيعوني النادي الاهلي في نادي الشمس، فمضيت اضطريت امضي في رغبه واطلع بفيديو واقول ان انا عايز اروح نادي الزمالك. بس يعني الشمس كان موافق على عرض الاهلي اكتر من عرض الزمالك كده. تقريبا مش عارف قوي بس يعني ده اللي فهمته تقريبا. فكان لازم تطلع تقول رغبه عشان تحسم الامور، عشان اروح يبقوا عارفين ان انا عايز اروح نادي الزمالك يعني. طب تمام، انت خلاص هتلعب الموسم الجاي، هو اخر موسم مع الزمالك ان شاء الله، وهتروح كاليسي. هروح كيلسي. يعني. هتروح كيلسي ان شاء الله. انت ماضي من موسم تقريبا، فيعني انت قعدت موسمين بعد ما مضيت، ليه ما روحتش في ساعتها؟ وشايف دي خطوه كويسه انك تمضي قبلها بموسمين، ولا كان المفروض تستنى مثلا ممكن يجي لك عرض احسن او حاجه؟ لا انا شايف انه ممكن يعني العرض ده الصراحه هو في وقتها كان هيبقى احسن حاجه ليا. انا ما اعرفش كيلسي دلوقتي كانت بتلعب فاينل تشامبيونز ليج مع برشلونه، اللي هو برشلونه كسبت عايزين كسبوا بينالتيز، بس الفرقه كويسه جدا، اكيد هتبقى خطوه كبيره ليا وحلوه. كان وقتها هم محتاجيني امضي، الا هيمضوا مع باك ليفت تاني، فخلاص قلت لازم امضي، ما ينفعش افوت الفرصه دي يعني. هما ما جددوش للباك ليفت اللي كان موجود خالص؟ لا ما جددوش. طبعا كيلسي وصل نهائي دوري الابطال ولعب برشلونه، كنت بتشجع كيلسي بقى ولا بتشجع علي زين؟ يعني مش عارف، بشجع الاثنين يعني. لا اكيد كنت بتشجع، كنت عايز مثلا، انت عايز توقف فريق كسبان دوري الابطال مثلا، او لا ده انا كده لسه هنضم لهم فشجع علي بقى. كنت بتشجع مين بقى؟ والله كنت بشجع الاثنين يعني عادي يعني. مش هتتضايق، مش هتضايق لو كيلسي كسب، ومش هتضايق لو علي كسب يعني. انا لسه بقالي سنتين يعني، كان لسه هيبقى فاضلي سنه بس، كنت عايز كيلسي اكيد تكسب وعلي زين يلعب حلو يعني. بس علي يلعب حلو بس كيلسي ياخد البطوله يعني، عشان طبعا لما تروح بطل اوروبا حاجه تانية. بطل اوروبا يعني مش بنوقع بينك وبين علي بس. لا أنا يعني كده مش فريق لي قوي، انا مركز مع النادي يعني الزمالك. طيب احنا كنا سالنا حميد، كان عندنا هنا في حواه، وسالناه مين بتخاف من تسديداته اكتر، حميد بيلعب في الاهلي وانت ويحيى الدعا بتلعبوا في الزمالك، فبنقول له مين بتخاف من تسديداته اكتر، فقال يحيى الدعا في دقه شويه في التسديده بس قوه الداح بتعور دي اصلا. فانت بتتفق اصلا مع الموضوع ده، ان الكوره بتاعتك دقتها اقل بس قوتها اكبر؟ يعني عادي، لا يعني ممكن تبقى اوقات بشوط بدقه اكتر، وممكن اوقات اشوط بقوه اكتر، على حسب مسافه الشوط، على حسب مين جون واقف يعني. مش حاجه معينه يعني، الشوطه مش لازم اشوط مره يعني، مش كل شوطاتك بقوه، كل الشوطه يا اما قوي قوي يا اما بدقه قوي، على حسب المسافه، على حسب مين الجون الواقف كده يعني. طب انت يعني اكيد بتتمرن تمارين عشان التسديدات، بتركز فيها اكتر على انك تزود الدقه، ولا انك تشوط الكوره بقوه اكبر؟ بقول لك على حسب يعني، بشوط من بره التسعه بكتير، على التسعه جوه التسعه، على حسب مين الجون واقف، حميد، كريم هنداوي، فلفل، على حسب الاجوان يعني، على حسب حارس المرمى اصلا ممكن تشوط له ازاي، بتبص عليه هو بيتحرك بسرعه، فممكن تشوطها بالراحه بس بدقه، ما بيتحركش تشوطها قوي كده. مين بقى اصعب لاعب واجهته في حياتك يعني؟ مان مش حارس مرمى، وطبعا هنسال برضه مين الحارس بعدها. اصعب لاعب في مسيرتك في اي حته، مع المنتخب، مع الزمالك، مع ايه؟ دي كمان مين؟ لعيب في برشلونه ومنتخب فرنسا. لا في ماتش كاس العالم للانديه. لعبت معاه ماتشين، ماتش مع المنتخب وماتش في كاس العالم للانديه. تمام، مين بقى اصعب حارس حسيت ان انت مش هسجل فيه النهارده؟ لا انا عمري ما حسيت احساس ان انا مش هسجل في حارس، بس يعني ممكن يبقى اجمل جول لعبت ضده لاندين، جول الدنمارك. الدنمارك اكيد ممكن يعني.
طب مين اكتر لاعب بتطمن وهو موجود مهما كانت النتيجه؟ يعني انت كسبان او خسران انت عارف ان اللاعب ده طالما موجود في الملعب معاك هنكسب. ده يعني نادي ولا في اي حد يعني؟ مش عارف الصراحه، بس انا بحب العب جنب دودو احمد هشام. دودو من منتخب الناشئين اصلا من زمان، بحب العب جنبه يعني. طب هو مستريح بمناسبه دودو، هو دودو رجع الدور معاكوا اصلا ولا هو لسه الاصابه ما هو خلاص ابتدى ينزل تمرين من هناك في فرنسا في نيم، بس هو ما نزلش عشان احنا كنا خلاص في وقت البطوله فما لحقش يتمرن يعني. بس هو كان موجود في القائمه صح؟ كان موجود تقريبا بس هو احنا شفناه في الاحتفالات بس ما اعرفش. هو ما نزلش، هو لسه كان يعني لسه الاصابه كان في اخرها خلاص يعني، فقال يبقى يبتدي من هناك يعني واحده واحده. لو في اهداف عايز تحققها على المدى القريب او البعيد يعني مع المنتخب او مع النادي، نادي الزمالك او النادي الجديد اللي هو كيلسي؟ القريب يعني نادي الزمالك عايز اكيد اكسب البطولات اللي جايه كلها ان شاء الله، على قد ما اقدر احاول اكسب اي بطوله نخش فيها، مع المنتخب نعمل حاجات كويسه في كاس العالم وفي الاولمبيكس اللي بعدها. في النادي الجديد عايز اخد تشامبيونز ليج. هو كده كده وصل نهائي فيعني ممكن تقراها تاني بس تكسبه بقى المره دي ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي. على المستوى العالمي بقى يعني مين افضل لاعب في مركزك؟ مش عارف، حاسس انه ممكن تقول ثلاثه هسهلها عليك شويه. هانسن بتاع الدنمارك، كرباتيتش فرنسا، ساجوسن النرويج تقريبا هم دول يعني. هو غالبا المركز ده اهم، حاسس ان هو اهم مركز يعني في الفتره دي. احسن لعيبه في العالم صح؟ هو تقريبا بيبقوا من احسن لعيبه في العالم. دايما متعودين ان الحد اللي هو طويل القامه يعني بيلعب في العاب مش اليد يعني، يا اما بيلعب طايره يا اما بيلعب باسكت يا اما ممكن يلعب لعبه ثانيه. بعد ما لعبت، احنا عارفين ان انت لعبت باسكت زي ما انت قلت قبل كده، بعد ما لعبت يد بقى هل حد قال لك مثلا انت يا ابني اللي جايبك كده انت المفروض تلعب؟ طبعا اي حد بقى ماشي في الشارع بيقابلك تلعب باسكت انت لعيب باسكت؟ انا اقول له لا والله ازاي ما دخلتش باسكت، هم حافظين يعني ناس حافظه ان هو طويل يبقى تلعب باسكت. بس عادي بره في ناس كتير طولي، في ناس اطول يعني، مش شرط خالص ان انت عشان طويل تلعب باسكت يعني. لا هو مش شرط، احنا بس اكيد الناس في مصر قالت لك كده صح؟